مشاهدينا، من أجواء الدوحة ننتقل لموضوع آخر، وهو عن شركة السوشيال ميديا سلوشن. هي أول شركة قطرية لوسائل الإعلام الاجتماعي والتسويق الرقمي، والشركة مكونة من مجموعة من الشباب القطري اللي يسعون إلى الريادة في مجال الأعمال. لمعرفة المزيد حول الشركة نستضيف السيدة تماني الكلدي، مديرة مكتب المدير العام للشركة. هلا ومرحبا فيك وصبحت الله بالخير. يا هلا، شكرا لاستضافتكم لنا. أكيد هذا واجبنا. شركة السوشيال ميديا سولوشنز في برنامجكم المتميز صباح صباح. شكرا جزيلا. أستاذة، لو تكلمينا في البداية عن الفكرة، من وين جاتكم وشنو الدور اللي أنتم تسوونه؟ في البداية ما حصلوا مكان لجهة قطرية تقدم الخدمات أو تدريب أو تقوم بإدارة الحسابات التي تحمل الطابع المحلي والهوية القطرية. فاز عمار محمد، خبير ومدرب في الإعلام الاجتماعي، باشتراكة مع محمد مهندي مدير الرئيس التنفيذي الحالي للشركة بالمركز الثاني. المسابقة كانت من ضمن معرض كتكم. تقريبا يعني انتم الاشياء، خلينا نقول انها فكره نفس ما عرفنا ان هي من شباب قطري. صحيح. فمن كذي قرروا انشاء شركه متخصصه في خدمات الاعلام الاجتماعي. نعم. زين، واذا بنتكلم عن رؤيه الشركه والاهداف اللي تسعون لتحقيقها من خلال هذه الشركه، ان نكون الاوائل والرواد في مجال الاعلام الاجتماعي والتسويق الرقمي في دوله قطر. نعم. ومنطقة الخليج بإذن الله. والخدمات اللي تقدمها الشركة؟ الخدمات التي نقدمها أن نعزز التواصل بين الشركات والمؤسسات وبين أفراد المجتمع. عندكم نفس ما عرفنا أن في دورة بتنظمونها إن شاء الله قريب. دورة صناعية للتأثير في الإعلام الاجتماعي. عن صناعة التأثير. تعتبر انطلاقة لسلسلة دورات في الإعلام الاجتماعي لتأهيل الأفراد والمؤسسات. و زين، إذا بنتكلم إذا يعني كيف ممكن الواحد يسجل في هذه الدورة، ولا من اللي مصرح لهم يسجلون في هذه الدورة؟ ممكن من الممكن أن تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق حسابنا اللي هو info@socialm.qa أو عن طريق الأرقام المبين على الشاشة. بس بغيت أعرف، هل في فئات معينة للتسجيل ولا عامة؟ هي بشكل عام. نعم بشكل عام. في شباب أو بنات. يعطيكم ألف عافية. وأنا أتوقع أي أحد بيسوي سيرش مثلا على تويتر أو على جوجل أنه بيحط سوشيال ميديا سولوشن يقدر يتواصل معاكم. نعم صحيح. وحابة أضيف، إن شاء الله راح نقيم أمسية. نعم. يوم الأربعاء في تاريخ 17/9 بالتنظيم مع مؤسسة راف. إن شاء الله المكان بيكون في كتارة مبنى. نعم. رقم 15. عن إيش هذه الأمسية؟ هي دعوة عامة هي تتكلم في الإعلام الاجتماعي. جميل. فأتمنى الكل يحضر الأمسية إن شاء الله. بإذن الله. يعطيك ألف عافية السيدة تماني الكلدي، مدير مكتب رئيس التنفيذي لشركة سوشيال ميديا سولوشن. يعطيك ألف عافية على وجودك معنا. ومشاهدينا، من الخدمات الإلكترونية إلى الفعاليات الاجتماعية وتحديدا فن المطبخ، ولكل طباخ أسرار وفنون في مركز بداية اهتم في هالموضوع ونظم له مسابقة. خلينا نشوف معاكم تفاصيل أكثر. عنوان تحدي الطبخ، أقيمت فعاليات مركز بداية لملتقى رواد الأعمال في كتارة، واللي عرضت المشاريع الصغيرة المتعلقة بالمأكولات القطرية بهدف تسويق المطبخ القطري وإبراز موهبة وكفاءة الشباب القطري في هالمجال. هذه المسابقات الصغيرة اللي قاعد نسويها، نقول للناس تعالوا شوفوا، تعالوا في ناس مبدعين في الدوحة، في ناس عندهم إبداعات، تعالوا شوفوهم. فيعتبر دعم إعلامي لهم في نفس الوقت دعم معنوي.
يهدف هذا الحدث ان احنا دعينا كل المشاريع الصغيره والمتوسطه وقلنا لهم تفضلوا معنا وجيبوا طبق. وعندنا تقريبا ثلاث حكام، بعد ثلاث حكام كل حكم عنده مشروع الخاص وهو مشروع ناجح يكون. فاحنا حبينا ان ندمج بين الشباب، وبعد في نفس الوقت دعينا عائشة التميمي اللي هي الطاهيه المعروفه في قطر عشان تدعم هالشباب، وان شاء الله نشوف مثلا مطاعمهم في المستقبل. أنا مشاركتي بما أني أنا يعني خبيرة الطبخ، وأنا صار لي باع طويل في الطبخ وفي برامج التلفزيونية للطبخ وفي سلسلة كتب موائد، فهم يعني خذوني في هذا البرنامج كضيفة شرف. أن أنا أقول حق الموجودات خبرتي هاي الطويلة في مجال الطبخ. وشمل النشاط إبراز قدرة أصحاب المشاريع الناشئة على صنع النجاح رغم التحديات. كان في معايير محددة أخسرنا فيها الفائز، عن طريق الجودة، عن طريق التركيبة، عن طريق الطعم في الأكل نفسه. فما شاء الله عليهم، شفنا أن في إبداعات ناس ما شاء الله عليهم، ودول كلهم اللي قاعدين موجود هنا يعني كلهم مبتدئين، كلهم يعني ما لهم شهر أو شهرين مطلعين تجارتهم. الأطباق اللي فازوا معنا هم أربع أطباق. الطبق الحلو كان طبق تشيز كيك، والطبق التراثي كان طبق برياني، الطبق العالمي كان طبق معكرونة مع مسقعة، والطبق المقبلات كان سلطة مع جبن أو شيء، وكانوا كلهم طبعا أطباق وايد لذيذة. الجوائز كانت عبارة عن عقد مع مركز بداية حق إنه يوفرون الطعام حق الفعاليات القادمة، إضافة إلى عطيناهم طبعا جوائز اللي هي كانت كتابين، من واحد كتاب من ضيفة الشرف عائشة التميمي، وبعد عندنا بعض المعدات. تتعدد الطرق وتتنوع الوسائل ما بين ورش عمل أو تدريب أو استشارة من خلال ملتقى شهري، والهدف واحد، تشجيع الشباب القطري. رجعنا لكم مشاهدينا، والحين نتعرف على الأنشطة العلمية السنوية للنادي العلمي القطري لهذا الأسبوع مع دعاء. تفضلي يا دعاء. صباحكم الله بالخير زميلاتي، وصباحكم الله بالخير مشاهدينا. أنا في النادي العلمي واللي أطلق أنشطته العلمية للسنة الجديدة، وطبعا هما في استعداد بمختلف أقسامه لاستقبال المدارس وكل الراغبين في الانضمام إلى النادي العلمي في جولات تعريفية وتخصصية مختلفة. معانا الأستاذ راشد إبراهيم، أمين السر المساعد في النادي العلمي. صباحك الله بالخير. الله يصبحك بالخير ويصبح جميع المستمعين والمشاهدين لقناة الرياض لبرنامج الصباح رباح. الله يعطيك العافية. بداية خلينا نتكلم عن الاستعدادات حق طبعا استقبال المدارس واستقبال الراغبين بالانضمام إلى النادي العلمي، شن هي استعداداتكم؟ والله هو طبعا احنا حاليا طلعنا من فترة بسيطة، بس كان عندنا النشاط الصيفي وكان موجه لطلبة المدارس، كان برنامج خاص لهم. وحين بعد خلينا نقول النشاط الصيفي أو بدينا من هذا الأسبوع ببرنامج جديد، برنامج يستقبل فيه في الفترة الصباحية طلبة المدارس على أساس أنهم يعني يأخذون جولة تعريفية في النادي، وبعضهم يجون حتى يأخذون ورش عمل في النادي. الورش دي تم يعني في مجال دراستهم، وهذه طبعا بالنسبة للفترة المسائية عندنا خلينا نقول نستقبل سواء الطلبة أو الطلبة الجامعيين أو حتى أي واحد يقدر يلتحق بالنادي، سواء ينفذ له مشاريعه أو خلينا نقول ياخذ دورات اللي موجودة. احنا طبعا عندنا خلينا نقول الأنشطة، عندنا خطة سنوية موجودة مجدولة فيها دورات، فيها ورش عمل، محاضرات، فيها الكثير من الأشياء المتنوعة اللي تهم خلينا نقول عدة فئات في المجتمع. احنا يعني مثل ما هو واضح الحين احنا في قسم الطيران. نعم صحيح. اتوقع هاي القسم الاكثر جذب حق الاطفال، يعني او يعني انت قلت لي انه من عمر العشر سنين تقريبا او حتى في ثمان سنين يدخلون هاي المجال. صحيح. يعني شنو هي اكثر الاقسام عندكم عليها اقبال؟ والله هي تشوفي بالنسبه لطلبه المدارس خلينا نقول عنها اكثر الاقسام تقريبا عندنا الروبوت. عندنا طبعا احنا نادي خاص للاطفال، وهو لهم برنامج خاص لهم في الكمبيوتر والمهارات اليدوية وغيرها. وطبعا قسم الطيران
الصراحة يعني عندنا مجموعة كبيرة من الشباب اللي هم طبعا يكونون خلينا نقول بعد 16، لأن يعني إيه صعب شوي على تحس انه في تساؤلات وايد. يعني الواحد مجرد ما يوقف قدام الطياره او هيكل الطياره يبتدي يفكر شنو هالخامات، شنو يعني شلون الواحد ركب هاي طبعا الطياره اللي حجمها ما يستهان فيه ما شاء الله. أكيد. وانت قلت لي انها تطير المسافات صحيح، فيعني تحتاج اكيد انه شخص يكون كبير ويعرف يبرمج ويعرف يركب. أكيد. ودقيق في القياسات. صحيح صحيح. خلينا نتكلم عن اطلاقكم للبرنامج، متى تم وشنو هي الفئات العمريه اللي تستقبلونها؟ طبعا احنا بالنسبه للبرنامج هو اليوم امس بالاحرى تم عندنا اطلاق خلينا نقول ما بعد النشاط الصيفي. اذا نفرش احنا جايينكم. أيوة. نعلن عن الاطلاق. أيوة. واليوم ان شاء الله عندنا يعني من الدورات اللي بدت عندنا هي في الروبوت، عندنا في برنامج خاص للاطفال نادي العلماء الصغار اللي هو العلماء الصغار، احنا من 8 سنين لتقريبا 12 سنه، يعني الفئات اللي عندنا من 8 ل 12، بعدين عندنا من 13 ل 16، وبعدين اللي يسميهم اليافعين، وبعدين من 16 لمفتوح لهم، وكل فئة لها برنامجها الخاص بها. ف من 8 ل 12 يلتحقون بالنادي العلماء الصغار، لهم برنامج خاص لهم، لهم دوراتهم، لهم ورشهم اللي تناسب عمرهم. بالنسبة لليافعين نفس الشيء موجود عندهم، يعني برنامج خاص ينفع لهم، والكبار اللي هم من 13 اقول من 16 ليل مفتوح لهم دورات وورش عمل خاصه بهم في الروبوت وفي الطيران وفي خلينا نقول في الغطس وفي الميكانيكا، في جميع الاقسام عندنا تقريبا. يعني احنا نتكلم عن سنه فيها انشطه علميه جديده، شنو هو اللي يميز هالسنه الجديده او شنو الجديد اللي طرحته؟ ايوه احنا الحمد لله كانت عندنا تجربه وجربناها في النشاط الصيفي واثبتت خلينا نقول نجاحها، واكتشفنا ان هالنوعيه من خلينا نقول الانشطه اللي هي تهم خلينا نقول الشباب او الاطفال او اعضاء النادي، اللي هي عباره عن بتكون في اغلبها بشكل يعني يشتغل بيده بشكل عملي، وثاني شيء بتكون بشكل مسابقه. احنا شو نسوي الحين؟ ان شاء الله البرنامج عندنا ان نعطي ورشه عمل في موضوع معين مثلا، زين، وبعدين يدخل بعد الورشه في مسابقه في نفس الموضوع اللي خذها. يعني مثلا ممكن يكون روبوت مثلا. ايوه ممكن، ايوه الروبوت مثلا في البرمجه يدش في مسابقه برمجه، عرفت شلون؟ تخصص في الموضوع. ايوه ايوه. لان شلون ياخذ الورشه في موضوع معين ويدش مسابقه يتنافس وياه ويا الاعضاء الثانيين، فترسخ عند خلينا نقول المعلومه، لان نعرف خلينا نقول الاطفال او يعني هالعمر يحب انه يكون توصل له المعلومه بطريقه انه منافس او بطريقه تكون مسليه له، على اساس انه نوصل لهم معلومه، لان العلم صراحه المعلومه في العلم خلينا نقول جافه اذا ما كانت بطريقه خلينا نقول مبتكره او مثلا مسليه لنفس الطالب او العضو المتعلم. من شوي قلت لي استاذ راشد ان انت تبي تنوه عن محاضره او عن ورشه عمل، ما ادري، قلت لي انها مهمه جدا وبتكون حدث مهم بالنسبه حق النادي العلمي، فيعني بامكانك انك تنوه عنها الحين بالنسبه حق اللي حابين مثلا بعد يهتمين. ان شاء الله بتكون عندنا بتاريخ 19 اكتوبر في النادي، اللي هي بتكون بالتعاون مع وكاله ناسا للفضاء الامريكيه، وهي بيكون عن مرور خلينا نقول 10 سنين على خلينا نقول وصولهم او مشيهم على المريخ. بيكون طبعا بيكون من ضمنها بيكون في معرض للي صار، شلون يعني اول ما ركبوا على المريخ وش صار والاحداث اللي صارت لهم، واتمنى يعني من الجميع الحضور هالمحاضره ان شاء الله بتكون في 19 اكتوبر في يوم واحد او على يوم كذا يوم؟ واحد، يوم واحد بس المعرض يمكن يتم كذا يوم. المعرض للمعرض الصور بيكون عندنا هني. هاي يعني دعوة حق الكل اللي حاب انه هو يجي 19 اكتوبر. ايوه 19 اكتوبر، يعني لا يفوتون هاي الحدث، يجون ويشوفون ويتعرفون اكثر. بالنسبة حق اللي هو ورش الروبوت، بما ان اكثر الشباب والاطفال متعلقين بالروبوت وحابين انهم يشوفون هالانتاج، انه يعني احنا حاطين نماذج حق الروبوت. صحيح. هني ممكن تكلمنا عن ورش الروبوت اكثر والفئات العمريه شلون تقسمونها؟ صح، احنا طبعا بالنسبه لورش الروبوت نقدر حتى نقسم من 8 سنين ياخذون لهم برنامج خاص، وعندنا يسمونه الكيدز
اللي ولا خلينا نقول العلبه يعني متخصصه لهم، وعندنا اللي يعني اقصى شيء ممكن ياخذ الواحد مثل هالروبوت اللي تشوفونه، هاي يبرمجها الشخص، يبرمجه عن طريق الكمبيوتر ويخليه يمشي ولا يحمل له شيء او يعني يسوي له اللي يبي على حسب البرمجه اللي يبيها. نفس الشيء عندنا هذا الروبوت اللي هو هاي بالليجو. في الحين حاليا اليوم عند امس بدات عندنا محاضره اللي هي يسمونها اي روبوت. اي روبوت هو يركب له المجسم هذا يخليه يلف وهذا يقدر يتحكم فيه ويبرمجه عن طريق الكمبيوتر ويخلي يعني اي شيء يبي يتحكم فيه، وممكن يركب له حساسات، الحساس دي ممكن يكون على انه يمشي على خط او مثلا اذا يتحسس حركه يعني صوت مثلا حركه او صوت او حاجز قدامه، هو طبعا على كيفه هو يقدر يحط كذا خلينا نقول حساس له كذا سنسر. طيب بما اني تحمست حق هالموضوع واكيد كثير من الامهات تحمس انهم يسجلون عيالهم، شنو هي خطوات التسجيل اللي حاب ينضم لكم؟ والله ما يعني ما عندنا الصراحه عن طريق الانترنت او انه يجونكم هنا؟ لا يجي هنا، وفي فورم وفي في الموقع عندنا يقدر يسجل فيه عن طريق النت طبعا، وما مطلوب اي شيء بس صور وصوره بطاقته او جوازه وبس، ما عندنا اي يعني شروط معقدة الصراحة. إذا أنتم سهلين الأمور على اللي حاب ينضم لكم. صحيح. عيل مع هاي الروبوت الحلو أقول لك يعطيك العافية. وهاي كان كل اللي عندي من النادي العلمي زميلاتي، ونرجع لكم في الاستديو. مشاهدينا من النادي العلمي خلينا نروح لمعرض قطر الدولي للقوارب واللي بتم الإعلان عنه بالمؤتمر الصحفي اللي بينقله لنا سعود، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.